السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية إن شاء الله ابتداء من يوم غد الخميس والأيام القادمة إن شاء الله. فبغيت ربي يسهلكم مستوى تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة باش توصلكم كاع جديد الفيديوهات والنشرات، وبالنسبة كذلك للتوقعات إن شاء الله يوم غد الخميس فيحتمل هبوب رياح نسبيا قوية على أوسترد، وكذلك بالنسبة لباقي المدن الأخرى فاحتمال التساقطات مطرية على الداخل بإذن الله، وكذلك مرتفعات الأطلس سوف تعرف تساقطات أمطار رعدية محليا قوية وكذلك على أوسترد والداخل بإذن الله، وقد تصح حتى بوجود تساقطات مطرية رعدية محليا قوية خصوصا على كوطة الحاج، وكذلك تباين تواتين غير أمطار رعدية محليا قوية كما تشاهدون الأخوة الأعزاء على مرتفعات الأطلس، تساقطات محتملة إن شاء الله. يوم كذلك الجمعة يتوقع أن تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السوء في معظم مناطق المملكة بحول الله، مع احتمالية إن شاء الله تعود أمطار الخير خلال الفترة القادمة. فالمرة مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المدن المعنية إن شاء الله بالتفصيل. بالنسبة إن شاء الله كذلك لتوقعات يوم الأحد فيتوقع أن تبقى الأجواء صافية مع احتمال سيطرة الضغط الجوي المرتفع، وسنرى إذا كان سيتقدم هذا المنخفض الجوي إلى المملكة خلال الفترة المقبلة بحول الله. خلال كذلك إن شاء الله يوم الأحد فيتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء كذلك غائمة جزئيا أقصى شمال المملكة مع احتمال ظهور بعض التساقطات المطرية إلى الأيام القادمة إن شاء الله. بالنسبة كذلك يوم كذلك الثلاثاء تساقطات مطرية فوق مرتفعات الأطلس، أمطار وعواصف رعدية محتملة على تباينت وكذلك إملشي وأسر وأظلال وأكادير وعشبة وكمدر، عودة أمطار الخير خلال الأيام القادمة لكن تبقى نسبيا أمطار مقتصرة على المرتفعات الأطلس إن شاء الله. كذلك يوم كذلك الأربعاء تساقطات مطرية محتملة فوق مرتفعات الأطلس لكن تبقى أمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة بسبب هذا المرتفع الذي يشتت المنخفضات الأطلسية. وبالنسبة كذلك لتوقعات يوم الجمعة المقبلة فيتوقع دخول بعض التساقطات المطرية الرعدية على كذلك المرتفعات الأطلس، تبقى أمطار مقتصرة على مرتفعات ويبقى العمولية في هذه التوقعات تبقى بعيدة المدى، ربما تشهد تغييرات وسوف نعلمكم بآخر التوقعات إن شاء الله. لايك متابعة شكرا.